صورت لكم. مرحبا بكم أزو الفلاوان، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. كما تشوفوا رجعت لكم بفلوغ جديد في بجاية، نتمنى يعجبكم. بيان سور ديروا لي لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وكيسلكم كلشي جديد. ديريكسيون متجهين السينما، ألي قول فين المولى الأشياء. واو ما كان يقيم. لا انسى ال دونك لا بيريود هذه اللي رحنا فيها يديروا لي ديسان انيمي ا 10 اور بور انفون بلوس دو 6 ans. دونك انا ديت بنت اختي ورحنا داروا لنا لو روا ليون. هنا كنت خايفه ما يقبلوش ندخلوا الماكله معنا سناكس، سينو تو تي بيرمي نورمال تدخلوا معك تما تدخلوا واش حبيتوا معاكم. سوف كو لازم كي تكونوا خارجين تنقيو البلاصه وين كنتوا فيها. فوالا يعني هنايا بوغ دو بيرسون دينا اكثر من لازم صراحه رجعنا كلش معانا، كلينا غير انا بيرسونالمون كليت غير دو شيبس سي تو، سينو الباقي كامل رجعناه معنا. ومازالت ما وريت لكمش كلش واش شرينا. واو ايفوك كامي عندهم لا بوبيل على على تيز دخلها دير لا بوبيل باسكو نكس الحوايج نتاعرا عيط نكسا كادو كس داك كامل الحوايج نتاعرا فوالا تي لا سال واو واو لا في من السينما لا بلاص غيدون اتسن جوست سوفلايا علي جو علي هي العليفه اخا سينو عندهم اون باج سوغ انستغرام يديروا كامل البروغرام تاع لا سيمين داين خلاص للشخص ب 50 دينار جزائري ديريكتومون طلعنا لا بلاص غيدون. صورت لكم مقبلك من التحت البالكون تاع السينما. فوالا هاكايا لو بور بيت للسينما مي في الداخل بيان يا اخي يحمل الحال. سينو كيما شفتوا في لا بريسيدونت فيديو اللي حطيت سور يوتيوب انا شرينا الكارانتيكا يا اخي بور لا بروميير فوا جلي غوتي فرانشمون حبيت. اي ماما ما قالت لنا وعلاش ما شريتوليش ما شريتونيش. دونك دوكا نروح نشري واحد لي واحد ليا واحد الكامي واحد الماما وندخلوا للدار. ليتس جو هالي جو
يون سلاريسا finalement يون دام خلان 6000 60 دينار يون مزيان 40 دينار. الفيديو اللي فات درت اكل الشوارع في ولايه بجايه وكامل سقسيتوني على لي بري سي بور سا وريت لكم الطابلو هذاك وين كان لي بري. ديروا بوز وقراو. pour la première fois خاط يا اتفقد ولا قلفور قلفور الا ودي دي تماكا يا الله عطي فاشانزر امشي قوامي بني كيف ان بور لا بروميير فوا جويا تي بي دا بور لا بروميير فوا اخا تاس راس ولي واحد اي زان قلفور اي اسم شباب سي الفلون باتيسيي كيف نسعى الوحده هذيك مول ودي المركز عجبها لي ما الكارانتي كا قالت لي ونديري عندو لوكو تاع المركز مع لي زيبيس هادو وكيتو سينو خرجت ثاني في الليل بور كندير لكم جوله خفيفه في شوارع بجايه الجزائر. نتمنى بيان سور عجبكم الفيديو بيان سور عجبكم الصوج ديروا لي لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بور كو يصلكم كل شيء جديد وكتبوا لي تعليق مشجع بور كو تشجعوني نواصل. ولا عندكم ثاني دي زيدي سور دي فيديو كذا حبيتوني نديرهم ولا بلايص حبيتوني نزورهم ندير عليهم فيديو كتبوا لي تحت في التعليقات. راني درت لكم ثاني في اول تعليق المثبت انستغرام تاعي شاك جور ندير ستوريات جداد. تهلاو في روحتكم على البخشين ان شاء الله. باي باي.